مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، حلقة جديدة ومشوار متجدد من برنامجكم سمحة القافية. دائما عبر هذا البرنامج نتعرف على كثير من المواهب الشعرية من خلال هذا المشوار الشعري، والدروب الشعرية دائما بتجمع بيننا وبين كل شعراء السودان الشباب تحديدا. نوثق لمسيرة كثير من الشباب اللي هم دائما حاضرين معنا عبر برنامج سمحة القافية. نسعد جدا مشاهدينا من خلال هذا المشوار وهذه الحلقة أن نكون في حضرة اثنين من الشعراء الشباب حاضرين معنا من خلال هذا المشوار الشعر الجميل لدروب سمحة القافية. نرحب بهم ونتعرف على مواهبهم الثرة والجميلة من خلال هذا المشوار، نسعد بهم من خلال هذا المشوار لسمحة القافية. حبابكم الشعراء الحاضرين معنا داخل الاستوديو، الشاعرة مرافية الخير حبابك وسعيدين بيك وكل سنة وانت طيبة. أهلا بيك ومساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين وانت بخير إن شاء الله. حبابك مرافي وحباب طلتك داخل سمحة القافية. مباشرة أرحب بيك الشاعر منتصر باب الله، حبابك. حبابك ومرحب بيك وإن شاء الله نقدر نمتع المشاهد والمستمع. أكيد سعيدين بيكم كثير من داخل سمحة القافية، وإن شاء الله الليلة سمحة القافية تتجمل بقوافيكم السمحة والجميلة إن شاء الله. بداية في كل مشوار لسمحة القافية مرافي ومنتصر قاعدين نحيي الوطن بواحدة من القصائد، ودائما كتابات عن الوطن، ودائما الشعراء لهم كتابات كثيرة جدا في الوطن وعن الوطن. وافتتاحيتنا في كل حلقة لسمحة القافية قاعدين نحيي الوطن، بعد ذاك نخش لمدارج الشعر الجميل من خلال كتابتكم. أكيد كل شاعر عنده دروب مختلفة عن الوطن. مرافي حي عبرك الوطن. تحية للوطن بناسه وشوارعه وشهداءه، الرحمة والمغفرة لكل شهداء الثورة المجيدة، بندعي ربنا إنه يصبر أهاليهم، يصبرنا كلنا. هقول هأبدأ بنص. تفضلي. قلت أنوم، قلت أنوم، سحت جواي كم حاجة، فراق أخوان لقوني هنا، أسرة صغيرة محتاجة، تفاصيل بالوجع بد إنه دمعات فاتحة نفاجة. أساسا يستحيل أنسى، أساسا يستحيل أنسى وقعك في عيني قيادة، يهل يصحى الضمير الحي وتحيا الثورة كالعادة. قلت أنوم نتح جواي شهيد ضحكات وسدادة، يقوم ويقول كما هو يحب، يقوم ويقول كما هو يحب، نردد بشعور سادة، يشكل كل ساحة نشيد ونقطة وبصمة بهراجة، يهل يشرق صباح العيد ونحن لعيدنا راح، نحن لعيدنا راح ما جا، يلوح والزمن بدري يلوح، والزمن بدري يلوح، قال وداعه جا، بكينا الضحكة كذبناه وحلف أقسم ميعاده جا، رفعنا سكتنا سكتنا دعينا حلفناه يوصل للكريم حاجة، رفعنا أمرنا ليه مولاه وللرب اللي بفك حاجة، إزاد الدنيا إيه معناه شعور الفقد والحاجة، وإزاد الصبر كملناه صرفنا على الصبر طاقة، رضينا مشينا قدمناه ورضينا مشينا قدمناه، ويقول أفعال وتردادة، رضينا مشينا قدمناه يقول أفعال وتردادة. وقلت أقوم وأستناه وتخفي الدنيا إزعاجة، سكوت في فكرتي ومأواه وفي الحرية وانقاضة، فهمنا غلط غلطنا معاه، نسينا الثورة ومواجه، دموعنا غرق تبل مثواه، ولو نفعل بك في حاجة سلام ما قلنا كملناه، وطلع على سلم لا حاجة، عدالة سألنا جاوبنا، ونرد لكل فقد حاجة، هو يا أخي حقيقة غشينا، وهو يا أخي حقيقة غشينا، وما حصلت ولا حاجة، دبل الحرية خجلنا وبقينا اللعبة للحاجة، ولا هو عرفنا إيه معناه تشوف وجعك وتتغابى، ولا صدقنا زول غيرك نظيف روح بدون حاجة، تعال أقعد معنا شوي، تعال أقعد
معانا شوي. تعال يا سيدة يا تاجة، تعال طمئن بنات الحي، تعال قول البواسي، تعال قول البواسي هدى. قلت أنو صحيت بوطني ساكت ساي وشال من كل وجع حاجة. سلام عبرك، تحية للوطن الكبير، ونترحم على يعني شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وبنحيي كل الشباب اللي هم دائما حاملين هم الوطن. شكرا شكرا مرافي، تحية عبرك للوطن الكبير. منتصر، خلينا نحيي الوطن كده دون جراحات، رايك شنو؟ جميل، تفضل. تحية للوطن، وطن السودان الكبير اللي بيضمنا بكل ثقافاتنا بكل سحناتنا بكل تفاصيلنا الجميلة. أبونا وأمنا السودان الوطن الحبيب، نسأل ربنا أنه ينعم بالخير والأمن والاستقرار. إن شاء الله تكون ثورة للوعي وثورة ضد كل التفاصيل ما جميلة. أمين إن شاء الله. تفضل. 200 حنظل على هذه الصفوف واقفين، ولسه الخاطر المجروح دماء تنزف، وكل ما دور أجيك يا نيل عشان ارتاح، بخاف من العرق والشيم يقوم يجرف. زمان أنا كنت بحكي ليك وبحلم بوطن وضاح، زرفت دموعي فيه وزرف ومنتظر الحنين يغشعه، وفي لحظة حلم عابر يضمد لجروحنا ولف. وطن ممدود في حجم الجنة بطول، وحبيبة تغني لباكر تترجم في الغناء وحرف، حبيبة بتصطفيك انت ولا بتحب محال غيرك، ولا بتعرف حبيبة بتكتبك أشعار وتحكي لك عن الزمن الصبح مقرف. وكت سافرت من دنياي بكيتك بقلب مجروح، وروح طلعت معاك ترجف، وناديت القوافي الشاردة من وطن القصيدة هات، وكان الشوق عليك به تف، تعالي نحارب الأحزان ونطلع زي قمر فج الظلام بالليل، وزي فارس ملان ذكرى مسك سيف وركب في الخيل، وشوق أرضا تنادي على المطر يغشاها يفتح جوف من السيل. وكلمت القمار الطيبة، أنا كلمت القمار الطيبة بالحب والسلام، حنغني بصوت الكمنجة هديل نبنيك يا وطن من ما في نبنيك، يا وطن من ما في نبنيك، يا وطن من ما في، ما دام الأرض موجودة ممدود في حشاها النيل. يا سلام يا سلام، إن شاء الله السودان يعني يرجع يخضر من جديد إن شاء الله، وأمنيات صادقة من القلب إن شاء الله. شكرا منتصر لك. شكرا شكرا جزيلا. طيب مرافي، خلينا نبدأ معاك يعني ضربة البداية والبدايات عن كل شاعر، ومتين اتولدت جواك القصيدة وبدأ جواك مشوار القصيدة، بداياتك عمو. بداية القصيدة هي قبل ما تبقى قصيدة بحجمها المعروف، يعني انت بتعرف انك ممكن تكتب، او لما تكتب بترجع بتعرف انك من زمان كان برضو ممكن تكتب من كتابتك للتعبير، يعني بتلقى انك دائما بتاخذ الدرجة الكاملة، بتلقى انك بتقدر تألف حتى السؤال لما يكون صعب تقدر تألف. لكن القصيدة كقصيدة أنا أول لي قصيدتين كتبوا سوا، كان في المسافة ما بين أولى ثانوي ثانية ثانوي، يعني في الزمن كانوا نصين، النص الأول لأبوي ربنا يديه الصحة والعافية وحيوه من هنا، والنص الثاني كان رغم إنه صغيرولي لكن كان في الوطن. هذين النصين اللي بديت فيهم. بديت بنصوص صغيرة كخاطرة يعني مثلا؟ لا، نصوص عديل، يعني نصوص كاملة، يعني نص واحد طويل والثاني ما طويل شديد لكن مضبط. يعني واجهتك صعوبة في كتابتك للقصيدة من قبل النقاد؟ ويعني انت زولة عندك بداياتك معروفة زي ما ذكرتي، وبرضو مواصلة في كتابة القصيد والمواقف قاعد تهزك، واجهتك صعوبات في مشوارك وانت بتكتبي في الشعر، يعني بتتنوعي ذاته في مجال الشعر؟ هي ما صعوبات على قدر ما صعوبة، يعني كانت غالبية التعليقات اللي بتجيني حتى لو النص ما كان كده، وأنا بكون عارف الحكاية دي في بدايتي، فبقول لها أنت زولة بتشبهي روحك. يعني الحاجة دي كانت بتديني دافع كبير، لأنه أنا الحاجة دي بتشبهني وأنا أواصل أطور على كده. يا سلام، عكستي جواك أول. أيوة. بعد ذاك وصلتي تكتبي يعني بلسان الغير. أيوة. أو حال الغير. طيب منتصر، يعني أي شاعر عنده بداية معروفة، ويعني انت 200 يعني جاك الاحساس، او 200 حسيت انك انت يعني ممكن او في يوم من الايام تكون شاعر معروف وشارليك بالبنان وكتبته، وبداياتك كانت 200 ذات، واول قصيده
اتولدت جواك؟ جميل. البدايات أنا أصلاً من الأساس يعني بنطلع في الطابور الصباحي والتفاصيل بتاعت الطابور. كان جواك الإحساس؟ أيوة، كنت بحب الإعلام ولسه ما زلت بحبه. لقيت نفسي إنه أنا بقدر في التعبير زي ما قالت مرافي، إنك أنت تقدر تعبر، حتى مشاركتك مع زملائك في الفصل، يعني كنت بحفظ أشعار كثيرة قريت لعدد من الناس. بعد ذلك لقيت إنه أنا ممكن أكتب، فكان ميلاد أول قصيدة بتذكر كنت في ثانية ثانوي، فقعدت كده وقاعد أكتب فتولدت القصيدة. لكن بعديها يعني بعد الميلاد أنت بتلاقي حاجات كثيرة، أنت يعني مفروض إنك تلتزم بالقافية وبحاجات كثيرة من قبل النقاد فيما بعد. لكن القصيدة ميلادة دائما أنت بتحس أنت لازم تكتب، فيك حاجة جواك تحركك إنك أنت عاوز تكتب، عاوز تكون زي مثلا زي الشعراء، عاوز تعبر عن إحساسك. هو إحساس جواك. أيوة، عاوز أنت تولد لكم قصيدة ولكم نوع من أنواع. أيوة. جميل جدا. طيب قبل ما نجي نعرف أنواع كتاباتكم، وأنتم دائما يعني بنلاقي إنه الشباب تحديدا في الفترة الأخيرة بيجوا ميالين شديد لكتابة الشعر بالعامية، ففي يعني ارتباط وثيق جدا باللغة المحلية والتفاصيل دي في كل الشباب وعين كل الشباب. قبل ما نجي نتكلم في أنواع الشعر وميولكم وكتاباتكم للشعر تحديدا ويا نوع من أنواع الشعر أنتم سلكتوها، خلينا نسمع منك نص يا مرافي، نسمع شنو المرة دي. طيب، في الزولة ساعة يوم بكاك، في الزولة ساعة يوم بكاك، تبقى المناديل والفرح ويكون مكانه بس حداك. هي الزولة يوم تستدعى عليه كل الحياة، يوم وحدتك تلقاها في نص عبرتك، تمسح أنينك من سكات وتطمنك مهما حصل أو ما حصل برضو تصل. دي الزولة، دي الزولة ما زولة وخلاص، جواها حن، ماليها حن، كاسيها حن، هي بتشبهك لا من الغلط وغلط عليك ما بتربطه، بتفك مفاتي حل كلام من تاني ترجع تكفله. دي الزولة بتحسك أمان، بتفوت معاك من دون كلام، بترد سلامك قبل ما تنطق سلام بقلبها، بقلبها قبل اللسان. هي أكيد تمحور لسؤال وجواب يجاوب نفسها نفس السؤال. هي صراحة، هي صراحة صوت بالراحة يتسلل إلى جوف قلبك، يتسلل يجيب الراحة. تحسها والجميع زي ما في، تحسها والجميع زي ما في، تكون قدامه متلاشي وتحس بالفرحة يوم تنشاف، وبتتاوقك وبتتاوقك إذا ناديتها، تتغاتت إذا تغابيتها، وبتفوت جوا خاطر ريدة لو ما قمت أنت طريتها. تتعقد تتعقد بتتعقد إذا غارت، وبتخش في نواحي عجيبة، بتبكي إذا نسيت هواه، بترحل لو هي ساكت حست إنه مكان هسل فيه، حتحتل فيه وحدة سواها. ترحل لو هي ساكت حست إنه مكان هسل فيه، حتحتل فيه وحدة سواها. حبيبة سلام أستاذ عالي، وهي يعني القصيدة ذاتها ملانة بالإحساس. شكرا مرافي، تسلم. دائما بنقول إنه ده ما يعني تحيز يعني منتصر، لكن بنقول انه الانثى دائما احساسها عالي في الشعر. جندر من الراي ده. انا ما عايز اقول لك جندر، لكن الحقيقه الانثى احساسها عالي اعلى من الرجل. يعني نتمنى كل الشعراء يعترفوا بالحاجه دي زي ما انت للا اعترفتها. فبنلقى انه الشعر له انواع كثيره جدا وبيتنوع وكتابات ومجالات مختلفه. يا نوع من انواع الشعر او يا نوع من انواع الكتابات اللي انت اكثر قاعد تكتب فيها ولقيت نفسك وجدت نفسك فيها بصوره كبيره جدا وقاعد تكتب فيها؟ اكثر الكتابات اللي انا قاعد اكتب فيها ولقيت نفسي انه انا ارتاح ليها وبقدر ابدع فيها الا على النسق العامي الحر، فهذا محبب شديد لقلبي. وحتى يعني انا الفتره الاخيره بقيت ميال له شديد، بقرا لمدارسه اكثر وبكتب فيه اكثر. طيب بنلقى في الشعر جوا يعني في الكتابات بتختلف في الشعر العاطفي، في الشعر الموضوعي، في الشعر الحماسي، ايا كان يعني الكتابات بتختلف من شاعر للثاني.
اللونيه اللي انت دائما يعني بتكتب بيها في شعرك يعني، وانت دائما الاحساس اللي جواك او الشاعر الانسان الشاعر اللي جواك الموجود دائما يعني بلهج بشنو، ودائما انت يعني بتكتب بتكون جواك حاجات كثير عايز توصلها ايا كان في شعراء هنا بجونا عندهم بيكتبوا دائما في المواقف اللي بتلاقيهم اللي بتهزهم، فبعد يقولون موقف هو بعدين الشاعر الجواب بتحرك وبيكتب، لكن بنلقى انه في شاعر مين قام هو لقى نفسه شاعر بيكتب في يعني كتابات مختلفة، سواء كان برضه بجونا شعراء هنا مشوكشين يعني بيكتبوا في العاصمة كثير بكاين والله انا اللي اكثر نسق واكتب عليه يعني دائما في القصيده بتكون فيها عاطفه، في حاجه للوطن يعني عباره عن خليط، لكن برضو القصائد الاخيره بقت بتميل للعاطفه لانه الشباب بقى بيحب القصائد العاطفيه، لما تمشي مثلا منابر معينه القصائد العاطفيه الناس بيتفاعلوا معها اكثر من مثلا الوطنيه من النوع الثاني. يعني انت بتفضل انه بتشوف يعني ذوق الناس هم عايزين شنو، والله بتفضل انه انت توصل الحاجه اللي انت حاسيها، انا شايفه انه المصداقيه هنا بتكون اقوى في انك توصل الحاجه اللي انت حاسيها للناس. ايوه انت لازم توصل الحاجه اللي انت حاسيها، بعد ذاك تقدر تسوق جمهورك او ناسك ديل على حسب النمط اللي انت بتكتب به، يعني ما تكون مثلا زول بتاع جماهير، في ناس شعراء بيكتبوا للجماهير، مثلا الجمهور عاوز عاطفي هو لازم يعني يكتب عاطفي بدون احساس بدون اي حاجه، قصيده تكون عاطفيه، وده غلط، انت المفروض تكتب الحاجه اللي انت حاسيها. صحيح. تكون بمصداقيه اكثر يعني. طيب دارين نسمع نص، نسمع شنو؟ نص عاطفي؟ عاطفي. طيب نسمع شنو؟ مرقت من القصيده شجان مستف بصراخ البوح، بكيتي مع الرزاز والغيمه مطعون السحاب مجروح، لاويت الجرح جواكي لاويت الجرح جواك حين مرقت معاه الروح، ندهت على الحبيب يحميك يبني لك حنان صروح، لأنك منبع الإحساس أصيلة كما سفينة نوح، في التلت الأول من الشوق غنيتك حين رتبتك زوق، ساسقت خطاي شديت خيلي ومديت الطوق، ودخلت عليك طربان نشوان وبنط لا فوق، وندهت عليك يا بيت يا زوق راميني الشوق، كاتفني عديل زي كتف النوق، وصرخت وقلت بصوت مخنوق، النيل عاشق والليل معشوق، والموية الشوق والشوق متفوق، الموج بهدر حالف ميروق، وسمعت هديل والقمر بيقوق بينادي عليك يا بت يا زوق، وبيسأل فيك الحور لاقوك ما غاروا عليك، أو خجلا هن ساعة شافوك، أو حتى انتاب منك حن في الجنة طروك، ما غار هن ما انتاب حن، لو يوم سألوك يا بيت كيفين مالك ساكتة خايف الأغدار، قل ليه لا الأرض البور راجي الأمطار، الأرض البور راجي الأمطار، والسحب الفوق ما خايف غبار، والريد بركان والنور من نار، يا حول حب لآدم دار، زهرة نرجس وردة صبار، ونسيم من روض فايح عطار، يا حول حب لآدم دار، ولفتك هي ما تسرح ساي، ولفتك هي ما تسرح ساي، الليل قرب والحز غناي، والشوق منعش لكن بكاي، والصوت الفيك معزوفة ناي، والتلت الأول ما خلص، التلت الأول ما خلص، خلصت براي لكني قاعدة وموجودة، مندسة جواي من وجع التاور ذكراكي، والوجع حداي، ولفتك تاني وقلت ليكي ما تصرخي ساي، الليل قرب والحز خافت لكن غناي. سلام سلام، في حاسيس كده في امتزاج ما بين الدموع وما بين الفرح في نفس الوقت، ومره تنطط من الفرح ومره مكتوف من الشوق، لسه شنو يا منتصر؟ انت برضه مشوقش؟ انا ما قلت لك احساس، لا لا شكرا شكرا جزيلا والله، تحيا لك يا منتصر، ونحن سرحنا معاك، يعني اتمنى انه القصيده ما تقف او انت ما تقف يعني، فشكرا جزيلا، دائما بنستمتع بكل الكتابات مرافي، دائما في كل حلقه الاسم حلقافية كل الشعراء اللي بيكونوا حاضرين معانا بنلقى انهم عندهم تجارب في الليالي الثقافيه، المنتديات الثقافيه، وكل التجمعات بتاعت الشعراء الشباب تحديدا واللي عندهم موهبه شعريه. طيب منتدى اشواق، ودائما المنتديات هي بتشغل من كل مواهب الشعر الشباب تحديدا، شنو الأضافة لك منتدى أشواق والقدم لك، وانتي زول عندك تجربة معروفة في الشعر وكتابة الشعر؟ طيب
أمنا الأشواق. أول حاجة تحية لأمنا الأشواق بكل أعضائها بمختلف الفنون اللي فيها. مجموعة الأشواق أضافت لي كثير. أنا ممكن أقيف في منصة وأقول لهم أنا كنت ولا حاجة قبل أمنا الأشواق، يعني كنت يا داب كذا بحب في الكتابة في القصيد. بعد أنا دخلت الأشواق عرفت أكتب كيف، عرفت تفاصيل كثيرة كانت رايحة مني الصراحة، فأضافت لي كثير يمكن لدرجة إني ما ممكن أحصر لك في كلام. من الشعراء اللي جيتهم في المنتدى معروفين وقدموا لك كده حاجة يعني معروفة وملموسة يعني ووقفوا معاك وأثقلوا من تجربتك في كتابة الشعر في المنتدى؟ لما دخلت الناس اللي جيتهم متواجدين بنعمل ورش وكده وبنساعد بعض كلنا، من ضمنهم منتصر باب الله لما دخلت لقيته. هو أستاذك يعني؟ أيوة أستاذي. أستاذك في الشعر؟ أستاذي الصغير. ورئيس مجموعة الأشواق برضو الأستاذ عبد الله عمر ستيفن، تحية من هنا له التحية. أستاذنا بكر الجعلي، أستاذ الصحاف وخالد عبد الجليل، يمكن كان ماف لكن برضو متابع معانا عبر وسائل الاتصال. يعني كلهم أضافوا لي. حسيت انك استفدتي من كل الشعراء اللي كانوا موجودين في كثير كثير، يعني شكلتي شخصيتك الجواكي وشخصيتك الشاعريه من كل الشعراء الموجودين، نهلتي منهم كلهم الوان واطيافهم. ايوه ان شاء الله نتمنى شعره كبيره كده في الايام والسنين ان شاء الله. فدارين نسمع نص، نسمع شنو دينا حاجه كده فرايحيه نفرح بها. فرايحيه انا طبعا الفرايحيه عندي شبكي معدومه. نحن من جبال قاعدين نبكي وبكيتوني معاك وحاسه البكا حاجه اساسيه يعني انا ما دارين نبكي معانا المشاهدين. اوكي طيب، طبعا اهم حاجه اني استعين بالتلفون. طيب تفضل. الفراشات لون عبيره والشعور اللي فيني اشتر، نادي للسمحه من ضفيره، قل حدود الدنيا اكبر، فك ايبوسك وسيب سيره، وقالد الضحكات واسكر في رؤاك ما تخلي غيره، خلي فرحك بيها يكتر، في عيونك شايفه خيره، وفي بعادك جوه يعكر. بعرف الايام مريره وبعرف انه الهم بيكتر، اربط الذات بمصيره وادعي انه القسمه تحضر، تاوي قساحات ونادي نادي اهتف يا بلادي، تلقى في جنبك حبيبه همها الاهات تعادي، تلقى في جواك حقيقه انت انظف زول وعادي، تلقى في جواك حريقة ولعت حرقت أراضي، انت وين من ناس كتار، انت وين من ناس كتار، انت وين سيب الودار، انت وين اهتف رح، انت وين امرق تعال، انت وين يلا كنادي او خلاص اسكت ودار. مرة كانت فيني سكة طالع لي ذات الدمار، ماشى لي حتات بعيدة، ظني فاركت العيال، جيت اناديك لو تعال، سكة ترميك في رمال وسكة تهديك من ضلال، جيت افتش لو نسيتك كنت بتسكر خيال، جيتني زي قصدك حقيقة، جيتني كضبط المحال، جيتني لملمتك قصيدة شكل نص او قول سؤال، جيتني طولتك بنادي، جيتني طولتك بنادي راحت. ان شاء الله يجيك. ناديتي وان شاء الله يجيك، نتمنى انه يجيك ان شاء الله يا رب. وانا دائما يعني بقول انه الشعراء بيجوا هنا كلهم بيكتبوا يعني في الغزل والعاطفه، لكن كل الكتابات بتكون كتابات بتديك احساس انه الشعراء ديل مشوكشين. فبقول انه الشباب هم دائما بيكونوا مشوكشين، لكن حوامه غير كذا، لكن ليلى اثبتي لي لا دي ما شراكيش يعني الله صراحة، بس نهايته ما كذا. نهايته سعيده؟ ايوه يا سلام.
دي مفاجأة نحن كنا منتظرينها صراحة، لأن ماشيين معك خطوة خطوة وقربنا نبكي ذاته، فشكرا يا مرافق. شكرا جزيلا. يعني يمكن الشعر هو دائما بيكون جميل وإحساس صادق بيطلع من جوا، بعبر عن حاجات وتفاصيل مختلفة وكثيرة، فأنت بتكوني حاسة بيها وفي نفس الوقت بتلقي من يعني يسمع ويحتاج الكلمات الشعر اللي أنت بتكتبيها. شكرا جزيلا لك، وأكيد حنرجع لك ثاني إن شاء الله. إن شاء الله. منتصر يعني الجامعة وجو الجامعة والمناخ الثقافي في الجامعة والمنتديات ويعني الفنون الأدبية وكل الأطياف دي في مجتمع الجامعة، يعني دائما هي بتكون حاضرة، والشاعر والمبدع تحديدا بتكون أضافت له لمسات كبيرة وإيجابية. المناخ الثقافي في الجامعة شنو استفدت منه؟ استفدت منه شنو؟ كيف أنت بتطور وتمرحل موهبتك تستفيد من يعني هذه الأجواء الثقافية في الجامعة؟ أكيد الجامعة هي محطة رئيسية وأساسية في حياة المبدع، يعني لأنك أنت الجامعة فيها ناس مثقفين، فيها ناس محبين للشعر، خلاف المادة الأكاديمية أنت لازم يكون عندك مجال إبداعي معين تقدر من خلاله أنك أنت من حوش الجامعة تحديدا أنك أنت توصل لرسالتك الثقافية المعينة. والجامعة أضافت لنا كثير في تجربتي الشعرية، بدءا بالمجموعات الثقافية، وأنا من هنا عاوز أحيي أمي العزيزة مجموعة الأشواق، ولا أمنا الأشواق طبعا، هي اللي أضافت لي كثير في التجربة الشعرية وفي مجال الربط والإعلام عموما، يعني فهي بتمثل لك إنك منفذ يعني لثقافتك ولكتاباتك، إنك أنت تقدر تنشرها تلقى لها جمهور، تبرز من خلال إبداعاتك. أيوة إبداعك تلقى له جمهور ومتلقي مستمع جيد، أنت تقدر تكون يعني شنو شاعر معروف في الوسط الجامعي، ومنها انت تنطلق للعالمية. خلاف كده النشاطات الثقافية في الجامعة اضافت لنا، كنا بنشارك في مجموعة الأشواق، بنشارك في النشاطات اللي بتقام على مستوى جامعة النيلين والمنافسات ما بين الجامعات، فهي بتضيف لك كثير، بتضيف في تجربتك الشعرية. حاسه ان هي اضافت لك او شكلت يعني جواك حاجات وتفاصيل كثيره؟ اكيد شكلت جواي واضافت لي كثير، حتى الكتابات الاخيره اللي بقيت بكتبها يعني اتكتبت او اتولدت في عمر الجامعه. هي بمثابه منفذ اكيد للشعراء تحديدا وكل الابداعات الفنيه. نحن دارين نسمع نص يا منتصر. اي جميل. الفوانيس لوحه باهته، صوره واقعه على التراب، المصابيح قاعدة منتكية وبتضحك، داس همها للسحاب، البحر ماخد له هيجة ومن أساهل فيه زعلان، بلطم الموج باكتئاب، وشاق قلب الصحراء ماشي لا فتر من طول طريقه لسه ماشي على الصعاب. ويا حبيبة داير أحكيك بمزاجي، داير أحكيك فن قصيدة، داير أقول ليك عن نجيمات في سماها سارحة طربانة وسعيدة، وديمة تصنت حديثنا لما أقول لك يا حياتي، باكر الدنيا بتزغرد في وشينا، ويوم أجيك شايل زفافك ترقص المدن الحزينة، ونسمع الشفع بغنوا ضاج أصوات المدينة، سمحة عينيم زي خدودك ولون سمارك، وحس كلامك بسكينة، التفاصيل ذاتها ياها ناس بلدنا وحس فريقنا، لمبة نعسانة بتدفر في الظلام، حبوبة بتحجل وليدات بنبعلو، وناس محمد وفاطن بتحاج الإمام، والمرافعين والسعيلب والبقيرات اللي بتجعر، وزوج نفيس الساك في الغول من صغير، ما التفاصيل في بلدنا، التفاصيل في بلدنا، آه تطلع من ولدنا وتملى ذرات التراب، دمعة تمرق من وجعنا تكون آلاف السحاب، نحن نقتل في بعضنا وندفن الزول زي غراب، ما التفاصيل ماها واضحة غامضة في جوف الضباب، ما التفاصيل يا حبيبة ذات ياها، الشوارع جارية تقدح هايمة مالا، والوزارات نايمة غرقانة خبارة،
الطيور الراحلة ماشة راحلة مالا، السعادة اللي في قلوبنا الحزن هداها شالة، نحنا مظلومين وبرضو لسه راجين العدالة، يا نموت موت عز شهامة أو كمان زي الغزالة. يا سلام يا سلام يا سلام، شكرا والله، شكرا للوحة الجميلة اللي قدمتها بتضم وتحوي كل الشعب السوداني. شكرا لك يا منتصر، شكرا جزيلا، تحية لك وللشعب السوداني. مرافي يعني بنلقى انه الشعراء الشباب زي ما ذكرت قبل في البداية انه يعني اتجهوا تماما لكتابة الشعر بالعامية، فبنلقى يعني قليل من الشعراء الشباب اللي هم بيكتبوا بالفصحى. طيب تجربتك في كتابة الشعر بالعامية وإلى أي مدى استفدت منها ويعني حاولت تكتبي بالفصحى خلال مشوارك الشعر؟ أنا من بديت في الكتابة بديت بالعامي، وغالبية كتابتي يعني بالعامي، فصيح فيه لكن ما كتير كنص، أو ما قاعد أحفظهم أو ما قاعد أقولهم، شايفة أني أكثر عامية يعني بلقى روحي أكثر في العامي. فيمكن غالبية الناس زي ما قلتي الشباب بيميلوا للعامي لأنه يعني المحيط اللي هم فيه محيط عامي فبيكون أقرب ليهم، عشان كده الكتابات محلية. الكتابات في الفترة الأخيرة غالبيتها بقت عامي. لكن ما يعني ما طورت كتابتك في الشعر بالفصحى ولا حابة تطوريها؟ لا حابة طويلة طبعا. أنا كتبتها ويعني حتى كان في شهادات بها وإنها كويسة وكذا، لكن أنا يعني يمكن عشان أكثر كتبت عامي. نبدأ نسمع نص ممكن؟ ممكن، ويا ريت يكون بنهايته يعني عشان نعرف النهاية كانت كيف. رغم المعاناة. التفت من جوا حسي، حس بفتش عن قريبه، اتلخم فات جوا مني وفيني بس ضيع طريقه، انغمس في حتة صعبة والسكات هنا بل ريقه، التفاصيل ما بتحكي اللي بيحكي هو بس رفيقه، الرفيق هو السكة في الروح، الرفيق ترياك حبيبه، الضحك ألطف ملامح تغشى براك أو تصيبه، الملامة حنينة حنينة جدا تدهشك بزول تعيبه، في البدايات ما بتفهم، في البدايات ما بتفهم وفي النهاية محال تسيبه، الضحك مرات أكاذيب وش خيالي تقوم تجيبه، يرسمك بالوجع فنان وزول هو مبسوط بنصيبه، ناسي انك انت موجوع، ناسي انك انت موجوع او اساك عايز تسيبه، الضحك عن حده لو زاد يتلفك وتشوف لهيبه، العشم اجمل رسالة كأنه بيقول يا اخي بريده، الكلام ساعات ببسط حجمكم فقدوا لحيبه، الكلام واسع وشاسع وفي الفصول كان زي ربيعه، عدى يمكن كم دقايق والوقت شال، عدى يمكن كم دقايق، عدى يمكن كم دقايق والسكات شال من وريده، الرسائل قبل توصل فات بلهفة فتح بريده، الكلام كان ما في اصلا النصاع سجل بريده، التفت من جوا حسي حس بشاكل في طريده، يفتيل في الشكل مرات وانه مصطح ما طريده، الكبير كان حب عاقل قال حاتنازل وصيبه، قام ضحك من دون ما يسمع روحه أو هو يشوف وميضه، فجأة حس أخوه أسلم، فجأة حس أخوه أسلم وإنه الصاح فاح أريده، شم ريحة الخوة طالع قال دو باكا وطريده، والتفت من جوا حسي حس بفتش عن قريبه، والتفت علي بفتش عني في شارع رحيقه، شاتل الأيام مواسم
وساقي عيني ضي بريقو، التفت ورايحة أصلا مني في سكة نصيبه، والتفت ورايحة أصلا مني في سكة نصيبه. رايحة في سكة نصيبه. يا سلام، شكرا شكرا يا مراف، شكرا، التحية لك ولكتاباتك الجميلة، شكرا جزيلا والله، شكرا لك. منتصر، يعني نجيك، يعني ما دارمش بعيد منك او من مرافي حتة كتابة الشعر، يعني قصة ولوجك في العامية، وبعد ما التطور ذاته في كتابة الشعر بالفصحى عند الكثير من الشعراء الشباب انت بتمثلهم الليلة. اكيد. فالقصة بتاعت العامية زي ما ذكرت لك، قلت انك انت الحاجة اللي بتحسها لازم تكتبها. يعني لما عندي قصايد بالفصحى، لكن بحس انه الفصحى مغيده، لكن العاميه بتديك راحتك في 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 الكتابه، حتى في التعبير. يعني انت لازم تعبر عن احساسك مثلا عن الوجع، فانت في العامي بتلقى انك بتعبر افضل من الفصحى. واي زول عنده طريقته، في شباب عندهم اي يعني بيكتبوا قصايد فصحى فقط، بنمشي منتديات في جامعه الخرطوم، القصايد اللي بتقري كلها بالفصحى، مدارس بالفصحى. فالحياة بترجع ل مش امكانيات، انا ما دار اسميها امكانيات، لكن على حسب انت موروثك الثقافي اللي انت مثلا زمان كنت بتقرا لاي مدرسه، متابع اي مدرسه في الشعر، فتقدر تكتب على نسقة. لكن زي ما انت ذكرت انه مثلا الميول يعني بالعاميه اكثر، وعندها يعني جمهور وعندها ناسا، وهي لغة يعني أقرب اعتبار أنه هي لغة محلية، لكن بنلقى أنه يعني في بعض الناس عندهم يعني عندهم ميول لسماع الشعر بالفصحى، وأنت شاعر مفترض تكون موافق بين الاثنين، تمشي في التراكين وبنفس المقياس اللي أنت ماشي بالعامية تمشي في الفصحى. ها يعني حابة لقدام تطور ولا حابة تمشي محليا بس؟ أكيد أكيد حابة لقدام أطور، حتى عندي قصايد بالفصحى لكن ما قاعد أحفظها، لكن حابة إنه إن شاء الله المرة الجاية تجينا، يعني عندك إن شاء الله قصايد كثيرة حتى تتغلب على كتابة الشعر بالعامية. إن شاء الله نحاول نقول الضفة من العامية للفصحى. إن شاء الله. كتبت شعر شعبي أو دوبيت أو مسادير كذا؟ دوبيت لا لا، ما عندك تجربة؟ ما عندي تجربة فيه، في الدوبيت. طيب دارين نسمع نص منك. نسمع شنو؟ جميل. يا بلدنا يا حلوة، أنا من هواك بغار، أنا من وريدك جاي، رغم الجراح والنار، رغم الأسل فيني وطبع الحياة الغدار، يا دنيا جد بهواك، بهواك وفيك بحتار، أنت ظلمت الناس، قلت الجسم أغدار، وانا هسي بسأل فيك لو انت ليك غرار، ليه المطر طول وفصل الربيع ما زار، جاوبيني يلا سريع املي الدياجي نهار، زيحي النواح والهم واهدينا يا اخ مسدار، املي القلوب فرحة شدي العصب اوتار، قولي الربيع راجع راجع مع الاسحار، وانه الخريف بيعود زخات من الامطار، بكرة الرزاز يطرب يرقص مع الأزهار، شمس الحقيقة تبين تطلع من الأستار، تملى الدواخل نور تكسي البنية وغار، يا بنية ما أحلاك أنا عندي ليك أسرار، إنك سكنتيني وبقيت لي معبر، حتى العناد اللي كان ديما منك سار، واللون أخذ شكله زاد الملاحة سمار، يا بنية ليه تبكي أنا باخده ليك التار، سيبي البكا ويلاك يلاك معاي نسهر، نعبر جسور الريد نمشيها ما نفتر، يمكن طريقنا يطول والعمر ياخ أقصر، ما عمري ياخ كله أنا واهبه ليك مهر، وناذر أعيش معاك لو يبقى ليل وسفر، ما العمر ياخ كله أنا واهبه ليك مهر. السلام. شكرا شكرا جزيلا لك يا منتصر، يعني كتابات متنوعة وجميلة وفي أحاسيس كده ممتزجة ومختلطة، يعني فما بين حب الحبيبة والوطن وما بين حب شكرا شكرا جزيلا. يمكن نحن خلاص مرافي والخير دائما بيقولوا الزمن الجميل والوقت الجميل بنقضي بسرعة دون ما نحس،
وصلنا لمرافي الختام يا مرافي وبنلمل اطرافنا معاكم ان شاء الله. لكن في ختامنا دائما زي ما بنحيي المشاهدين بواحده من القصائد بنودع المشاهدين بواحده من القصائد ان شاء الله. وقبل ما نختم معاكم اكيد بواحده من القصائد بتيح لكم مساحه اخيره. مرافي كلمه اخيره بتقول شنو لكم المشاهدين؟ اول حاجه شكرا لقناه ام درمان، شكرا لكل المتابعين للزمن اللي ادونا له عشان يكونوا يسمعونا. مبسوطه اليوم بوجودي معاكم. سلام، احنا كمان مبسوطين بك كثير. ان شاء الله ما تكون اول مره واخر مره ان شاء الله. ان شاء الله تكون مرات لقدام ان شاء الله اكثر، ونشوفك او نشوفكم كذا ان شاء الله شعراء عالميين ان شاء الله. ودايما نسمع منك نص اخر ان شاء الله. بديناها بالوطن وحنختمها بالوطن لانه الاول والاخير. يا سلام، احلى حاجه. تفضل. في الاساس يوم بكره اقرب من تلاعب أو خيانة. كل زول في بلده يقدر يلقى قدر كفاءته خانه. عندي في الآخر مقاصد وبلدي في جواي أمانة. في القيادة رسمنا موكب إذا عكس نور سمانة. نحنا ما حنموت مؤكد، نحنا ما حنموت مؤكد، في باقي مننا سادة خانة. الصحيح يفضل صحيح والخطأ حيذوق مهانة. وفي النهاية القصة واضحة، قصة واضحة، وعندنا الحق ما سوانا. الرئيس يعرف مهامه والوزير قدر المكانة. المزارع في زراعته، المصرف الشيك وإئتمانة. الطبيب في حقل طبي اقتصادي يشيل معانا. المدرس ذول بنور في ظلام حالك غوانا. الموظف قدر تعبه ما يضهد ويزيد أسانة. الدفاتر فيها نكتب والقلم يشهد أعيانا. الشهيد روحه بتحلق، الشهيد روحه بتحلق وفينا ساب حب استبانة. نحن من وين جينا نهتف، نحن من وين جينا نهتف، من بلد لا أكل مهانة، من مكان إحساسه ألطف ألطف من تتسمع في نبض دانة. الشهيد راح فينا سافر وبنعترف إنه احتوانا. الشهيد رغم إنه غايب بس حضور الآن معانا. وده الشهيد رغم إنه غايب بس حضور الآن معانا. سلام سلام، والله رحمة المغفرة لكل شهداء ثورة ديسمبر. التحية لكل الشباب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك مرافق لحضورك ووجودك معنا داخل السمحة القافية، وأكيد بكتاباتك تجملت وزين السمحة القافية. شكرا جزيلا لك. شكرا. منتصر كلمة أخيرة وقصيدة أخيرة. جميل. كلمة أخيرة، أنا عاوز أشكر قناة أم درمان اللي تحت الفرصة علينا كإحنا شعراء مبتدئين في الكتابة، ودي حاجة كويسة شديد إنه القنوات تنظر للشعراء المبتدئين وتديهم حقهم في الإعلام. نص؟ نص آخر. الذكريات لا تسد باب الذكريات، خليه مفتوح للحنين، خليه مرفأ للظروف، يمكن قلبي عليك لين يرجع يحبك زي زمان، تبقيل وترياغ للأنين. ما القسوة مرات ما بتفيد، القسوة دائما ما بتفيد، القسوة دائما ما بتفيد والرحمة، القسوة دائما ما بتفيد والرحمة شيم العاشقين. والجرح ما بيعني الفراق، الجرح ما بيعني الفراق، كم جرح نازف وسيد وزين، والريدة مخزن أمنيات مليانة أسرار من وتين. اتنين بيموتوا عشان بعض حافظين عهودهم، بالسنين اتلاقت أرواحهم زمان من نطفة قبل تكون جنين، ويتبادلوا الريد والهيام. الله الله عليهم يا معين. الغابة تشتاق للفياف، والطين بحب من نسل طين، والحب مبادئ واحترام، الحب قيم، الحب هدين، والدين ولا إكراه فيه، والحق بيقول طوبى لكل الصابرين. واستشعر الإحساس براك، استشعر الإحساس براك، الريد نواة الآدمين. واسمع كمان شعاري ليك، سبحان من بسط اليدين وهداك قوة عشان تكون واقف تغاوي مزول متين. والحكمة في الصبر الشرح،
كل الجراح بكلمتين، الحكمة في الصبر الشرح كل الجراح بكلمتين، الدنيا فانية وما بتدوم، الدنيا فانية وما بتدوم، افرح عشان عكر السنين ما يكدر الصفو الجميل، خزول بعيش يا اخ مرتين ولا تسد باب الذكريات، خليه مفتوح للحنين. يا سلام يا سلام، ذكرى جميلة تترك لينا. شكرا جزيلا لك يا منتصر، شكرا لحضورك معنا داخل السمحة القافية، شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا مرافق الخير، شكرا منتصر باب الله لحضوركم وجودكم معنا داخل السمحة القافية، ان شاء الله دائما موفقين في كل كتاباتكم الشعرية ان شاء الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، يمكن دي كانت حلقتنا ومشوارنا ودروبنا الشعرية لبرنامج السمحة القافية اللي بيضم كل الشعراء الشباب، حد ما نلتقيكم اكيد في مشوار جديد ودروب متجدده مع شعراء جدد لسمحة القافية، كونوا بخير اكيد، وتحياتي والفريق العامل. شكرا جزيلا لكل الناس اللي كانوا حاضرين معنا وتعبناهم كثير لهذا المشوار، شكرا جزيلا استاذ عز الدين ميرغني في اعداد هذا البرنامج، التحيه ليك عم صلاح في هندسه الصوت، شكرا محمد محمود في التصوير وتصميم الاضاءه، شكرا اريج في هندسه الديكور، شكرا جزيلا مازن الضوء في اخراج هذا البرنامج. حد ما نلتقيكم كونوا بخير، في امان الله.